احنا في المدخل دلوقتي باشمهندس عامر، وهنبعت لك الفيديو ان شاء الله من المزرعة. مهندس عامر حاجة ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. أنا مكم حمادة يا حاج. حمادة؟ أه. على راسي. على راسي يابا. لا لحديني شو الرعب. استنى اتفضل تسدري. لا سج عيلة السج زيدان ده النسايب انا ها طيب ربنا يبارك فيك يا رب. بسم الله ماشي يا حاج تعالى داير وتعالى السلام عليكم. انا قلت لك دي بس عشان في الاولاد جوه، انا قلت هو قال عايز نبص، قلت له هو الاولاد جوه بس خش وخد ايه لك. ماشي يا حبيبي ربنا يعزك حبيبي. ده المدخل، مدخل المداخل، وده العنب دلوقتي حاليا بدا بسم الله ما شاء الله اشتغل يعني. ودي المانجا لسه بقى هنخش قدام على باقي الحيوان ان شاء الله مع فيديو تاني. ده بداية العنب الكريمسون، 10 فرادين عنب كريمسون، وبرضه من الجنب التاني المانجا اللي هي المانجا الكيت. دي المانجا الكيت اللي هي متغطية تصدير. والجنب الثاني ده مانجا نعومي طبعا. دي نعومي برضه تصدير. اخر المزرعة اللي هو السور اللي في الوش ده، دي دخلة تانية اهي، دي خاصة بالانتاج الحيواني، لها دخلة من على الاسفلت خاصة بالانتاج الحيواني هنا. الدخلة اللي احنا كنا عليها دي خاصة بالفلل والسرحات اللي في الجنب اللي هنا. ولا اثنين ثلاث دقايق انا عايز عشان اوصلها بس هناك للاخ اللي معاهم اللي في دبي. ده الانتاج الحيواني هناك وان شاء الله بالمباني بتاعته، اربع فلاتين باستراحات المهندسين بالمخازن، ده كله مصور طبعا وعليه صور لحد الاخر.
وده مصنع الاعلاف اللي هو في الداخل. طبعا مجال حيوان مفيش مجال بس عشان الحر. يلا على طول. جنب التاني على طول عنب. السرحة دي طبعا خاصة بالمجال الحيوان وخاصة بالمزرعة. مهندسين، إداريين، عمال لهم حتى ملعب كورة قدام المباني الثانية. في الداخل كده داخل المزرعة برضه هنطلع المشاية اللي هي الايه ده بتطلع الى هناك، ودي المشاية اللي هي الأساسية. خلاص هنطلع كده ايه ده خوخ طبعا وفي فول. خلاص الفول يعني على وشك الجمع. واحنا خلاص كده دخلنا عند البواب المدخل اهو. هذا الجمع هاي خدمة حق ياسر. كل سنة طيبين يا حبيب. دائما هلا. أجيب لك الطريق اللي هو الأسفلت الطريق الرئيسي. ده الطريق الرئيسي اهو، وده المزرعة، وده المدخل بتاعها على الطريق، وده بيننا وبين الصحراوي حوالي 4 دقايق بالظبط. 4 دقايق بالظبط.